السلام عليكم. الليلة عايزين نتكلم عن أشياء بتلقاها في لينكس فقط ولا تلقاها في أي أوبريتنج سيستم آخر. نمشي للمقدمة ونجي راجعين. طيب، رجعنا. في البداية داير أشكر جروب سودا روت في الفيسبوك للدعم الكبير اللي قدموه لي في اليومين الآخرين، ومن لا يشكر الناس جاحد. تاني، في حاجة حتكونوا لاحظتوها في القناة، إنه يتغير الاسم من عادل حيمورة إلى لينكس للمبتدئين، وده لأنه نحن قدرنا بحمد الله نفوت 100 مشترك، وبكده بنكون بقى عندنا الحق في إنه نغير اسم القناة من اسم شخصي إلى براند. فمبروك لينا كلنا مع بعض إنه بقى عندنا قناة ببراند وليست قناة باسم شخص. طيب، الليلة دايرين نتكلم عن 10 أشياء بتجدها في لينكس لكن ما بتجدها في الأوبريتنج سيستمز التانية. نبتدي بها إن شاء الله، اللي هي أولا التحديثات. التحديثات بالنسبة للينكس كأوبريتنج سيستم هي تحديثات مجانية وتحديثات فورية، وبتحدث من مين فيرشن إلى مين فيرشن بكل سهولة، وما بتحتاج إلى إنك تدفع فيه أي مبالغ مالية، وده واحدة من الميزات اللي نحن بنشوفها في لينكس. اثنين، سرعة جهازك بتتغير إلى الأحسن بعد التحديث التوزيع بتاعتك، ورغم إنك ما غيرت أي حاجة في عتاد الجهاز بتاعك، يعني رغم إنه جهازك نفس المواصفات بنفس السرعة بنفس البروسيسر بنفس الرامات بنفس الجهاز بتاع توصيل الإنترنت، إلا إنه جهازك بقى سرعته أحسن، وده ما بيحصل إلا في اللينكس تقريبا. ثلاثة، ما بنحتاج إلا إنه نعمل defragmentation للهارد ديسك بتاعنا، والdefragmentation هو إعادة إلغاء التجزئة بالنسبة للملفات. ما في الماضي ما كنا بنحتاج للموضوع ده، ولا في المستقبل نحن نحتاج له بالنسبة للينكس. والما بيعرف الديفراجمنتيشن هو تحرير المسافات والمساحات الغير مستغلة بين الملفات. ده كان مختص به بعض الأوبريتنج سيستمز الثانية، وكانت عندها مشكلة بتاعت إنه إذا انتهى ملف في سيكتر، الملف الجديد ما بيبتدي إلا في السكتر الجديد، فعشان كده بكون في نص سكتر أو تلي السكتر أو أي جزء من السكترز بيكون غير مستغل. لكن لما تعمل فراجمنتيشن أو دي فراجمنتيشن بيقوم بينظم الملفات بحيث إنه كل واحد ينتهي في السكتر المعين. الحاجة دي إن إحنا في لينكس ما عندنا وما بنحتاج إنه نعمله. أربعة، بنحتاج ممكن إنك أنت تعمل إعادة حجم أو تغيير حجم للبارتيشن بتاعك بدون ما تحتاج إنك تعمل إعادة تشغيل، ما عدا في حالة أو حالتين
معينات انت بتحتاج انك تقوم تعمل اعادة تشغيل الجهاز على اساس انه يقدر يتعرف على الحجم الجديد بتاعك. لكن في العادة انت في بارتيشنز العادية او بارتيشنز ما مخصصة للسيستم، فبتحتاج انك تعمل اعادة تشغيل بعد تغيير حجم البارتيشن. خمسة، تشغيل الحاسوب دون الحوي لأنتي فيروس. في لينكس نحن ما بنحتاج في أنتي فيروس. الأنتي فيروس زي ما قلنا في واحد من الفيديوهات السابقة، الأنتي فيروس أنت بتحتاجه فقط إذا كنت داير تحمي الناس اللي أنت بتتعامل معهم من إنهم هم ينقلوا الفيروس لبعض عن طريقك، وأنت تكون وسيط بالنسبة لهم. يعني أنت شلت ملف من شخص، والملف ده أنت عملت له اشتغلت فيه ودارت توديه لشخص آخر، إذا كان فيه فيروس هينتقل من ألف إلى جيم، وأنت ما هتكون وصلت به، لكن ممكن تنقل الفيروس من ألف إلى جيم بدون ما أنت تكون وصلت به. إلا غير كده أنت ما بتحتاج إنك تعمل أنتي فيروس. الأنتي فيروس بيكون دائما للملفات الجاياك من السوفت وير أو من الأوبريتنج سيستم التاني. نمرة ستة، أنت عندك فول كنترول أو عندك تحكم كامل في أجهزتك المتصلة بالحاسوب. عندك فول كنترول على كرت الشبكة، عندك فول كنترول على كرت الشاشة، عندك فول كنترول على أي جهاز متصل، البرينتر الاكسترنال بتاع، كل الحاجات انت عندك عليها فول كنترول. درايفرات اللي انت بتستخدمها هي درايفرات أصلية جاية مع الاوبريتنج سيستم، فما في أي شبهة بتاعت انه هي ممكن تكون بتسرق منك معلومات. دايما في كثير بتكون من المشاكل في الدرايفرات بالنسبة للأوبريتنج سيستمز الثانية، إنه في بعض الدرايفرات بتكون فيها مالوير أو بتكون فيها كثير من البلوتس. سبعة، أنت ممكن تعمل تخصيص وتعديل لأي برنامج أنت موجود عندك في لينكس إذا كانت عندك الخبرة الكافية والخبرة المناسبة. يعني إذا أنت نزلت سوفت وير مختص بالصوتيات مثلا، وحسيت بأنه والله السوفت وير ده فيه حاجة ناقصة أنت محتاج لها، ممكن تنزل الكود المصدري بتاع البرنامج ده وتعدل فيه بالحوجة بتاعتك وتستعمله، وبل بالعكس من حقك انك تعيد توزيع البيرشن الجديد اللي انت عملته او التعديل اللي انت عملته على اساس انه يستفيدوا منه ناس تانيين. ودي الحاجة دي ما موجودة في اي اوبريتنج سيستم تاني، لانه انت كده بتكون عندك في الحق تماما في كل محتويات الجهاز بتاعك. اي سوفت وير نازل انت من حقك اذا كانت عندك الخبره المناسبه انت من حقك انك تعدل فيه وتغير فيه على حسب حوجتك. 8، الدعم الفني. والدعم الفني في لينكس هو دعم فني من ملايين الناس. كل مستخدمين لينكس تقريبا بيساعدوا بعض على انه يتعلموا حاجه جديده او لحل مشاكل مرت بهم أو مشاكل هم حاسين بأنه ممكن يساعدوا بعض فيها. إذا أنت خشيت فورم وكتبت مشكلتك، في ظرف 5 إلى 10 دقائق بتلقى فيه رد وبتلقى فيه إجابة للإشكالية اللي أنت طرحتها، وبيكون في حل أو بيكون في مساعدة في إيجاد الحل المناسب بالنسبة لمشكلتك. 9، إذا استخدمت برنامج وحسيت إنه البرنامج ده ما بيخدمك
انت ثبته من السوفت وير مانجر بتاعك، وحسيت بانه والله البرنامج ده غير كفء او ما مناسب بالنسبة لك او فيه صعوبات بتاع التشغيل، او ممكن ببساطة انت تعمل له تلغي تثبيته وما بخلي اي فراجمنت او ما بخلي اي برنامج جزئي او ما بخلي اي مكتبة خاصة به هو فقط، ما بخليها قاعدة في جهازك بحيث انها تبقى من الملفات التالفة الغير انت غير محتاج ليها، ويبقى عندك مساحات بتاع جنك فايلز وجنك داتا انت ما محتاج ليها. اذا عملت انا انستول لبرنامج بيمشي كله، ما بيفضل منه حاجة بديلة او حاجة قاعدة ما لم يكون في برنامج اخر مثبت على نفس جهازك يستعمل نفس المكتبة دي. لكن اذا ما في جهاز مستخدم المكتب المعين او مستخدم الملف الجزئي المعين، ما في الملف الجزئي ده بتشال اثناء ما انت عملت له عدم تثبيت او الغاء تثبيت. نمرة 10 او النقطة الاخيرة، انت ممكن تستخدم التوزيع تحتك في انك تثبته في جهازك وتثبته في جهاز اصحابك وتثبته في جهاز المدرسة وتثبته في جهاز المكتب وتثبته في جهاز اي جهاز من الاجهزة اللي بتمر عليك ويحتاجوا لانك تثبت لهم فيها توزيعة من نفس النسخة. ما بتحتاج للايسنس في انك تثبت اللينكس في عدة أجهزة من نسخة واحدة. النسخة اللي انت نزلتها من الانترنت ممكن قانونا انك تثبت على اي عدد من الأجهزة، بل بالعكس بل اكثر من ذلك، انت نفس النسخة دي انت ممكن تستخدمها في جهازك بتاع اللابتوب، وممكن تستخدمها في جهازك بتاع السيرفر، وممكن تستخدمها حتى في المين فريم بتاع شغلك. طبعا في بعض الناس بيقول لي لا، التوزيع بتاع السيرفر مختلف عن التوزيع بتاع الديسكتوب. التوزيع بتاع السيرفر والتوزيع بتاع الديسكتوب في الاساس هما نفس الكيرنل، نفس الحاجات الاساسيه، بس التخصيص بتاع انه برامج ناز البرنامج بتاع الجهاز الشخصي نازله فيه بعض البرامج في جهاز السيرفر انا ما محتاج ليها فما بنزلها هناك، وفي برنامج نازل في جهاز السيرفر انا ما محتاج لها في جهاز كديسكتوب عشان كده ما بنزلها بيجي. ده الفرق الوحيد بين جهاز السيرفر وجهاز الشخصي بالنسبة للينكس، انه الحوجة شنو في جهاز ده والحوجة المختلفة في الجهاز الثاني. على هذا الاساس انا بسطب انواع مختلفة أو أشكال مختلفة من السوفت وير المصاحب للكيرنل. شكرا جزيلا، وابقى في المنزل، ابقى بعيدا عن الكورونا، ونقابل المرة الجاية بإذن الله.